ورجعنا تاني من الفاصل. انا رحت عصرت لي برتقالتين ودلوقتي تعالوا معايا عشان اوريكم هنحطهم فين. برتقال، عصير البرتقال لما بينزل بقى ويستوي فيه بقيه التسويه بتاعه البط مختلف تماما عن اي صوص برتقال احنا عملناه في حلقات قبل كده. هنزل عليهم كمان بشويه عصير ليمون، شويه عصير الليمون هيدولي الصوص بقى شويه لذاذه في منتهى الجمال. وادي عصير الليمون حطيناه فوق البط، هنسيبه بقى كده يتسبك ويقصر مع نفسه، يشكشك يعني. ناس كتير قوي بعتولي على الفيسبوك يعني ايه تشكشك، قلت لهم انه شكشك دي يعني يتسبك، هي كلمه كده بالبلدي بنقولها في القعدات البلدي، ونقول الاكل لازم يشكشك شويه، الاكل لازم يتسبك شويه. فاحنا هنسيب الصوص يشكشك شويه مع صدر البطه، وهبتدي بقى دلوقتي اعمل الكسكسي. غالبا ما الكسكسي بيتاكل مع الاكلات الدسمه، الاكلات الضخمه قوي، زي بقى البط، الوز، ممكن الحمام، ممكن الكوارع، العكاوي، اي اكله دسمه انت عايز تعمليها اهجمي عليها على طول بالكسكسي. عندي كوبايتين كسكسي، كسكسي الجاهز اللي موجود في السوبر ماركت دوت، اسهل ما يكون يعني، ويعني اسهل علينا بكتير من الغلبه بتاعه زمان وحله الكسكسي وهات الدقيق وبس ورق واعمل. دلوقتي الكسكسي جاهز، هرمي فيه مكعبين زبده، وبعدين هحط عليه بقى شوية حركات. شوية الحركات اللي عندي النهاردة هما معلقة زبيب، لوز مقشر. اللوز المقشر ده احنا بنجيبه بنحطه في مية دافية يعني بتبقى ورم كده، علشان اول ما بينزل لمدة دقيقتين بنطلع اللوزية نفسها تعمليها كده فبتتقشر في ثانية زي فص الثوم بالظبط. عندي يعني معلقة جزر صغيرة قوي مبشورة أو ربع جزرية بالكتير قوي، وطماطميتين شيري حطهم سلام، وبعدين هنزل فوق كل ده بالمية السخنة. لازم الكسكسي جاهز ده يتغطى كويس بميه سخنه، بس مش لدرجه ان هو يبقى عشان ما يطلعش معايا متعجل، لا انا برضو عايزاه مفلفل، ودور مكعب الزبده هنا ان هو يساعد لي اكتر على الفلفل. هشوف البط، ادي البط هقلبه بقى على الناحيه الثانيه عشان يكون كده متشرب من كل الصوص. وخلي بالنا ان الصوص كل مدى ومدى بيأثر اكتر مع البطاية، مع الجو، مع الزبدة، مع كل حاجة. عندي حاجة اخيرة عايز ارميها كده، بحب انا التاتش بتاعي، عود روزماري اخضر كده زي ما هو، احطه زي ما هو في الصوص، ومش هقلبه كتير عشان انا مش عايزة اوراق الروزماري تطلع معايا في الصوص، لا انا عايزة ابقى ارفع العود الروزماري كده تماما زي ما هو سليم، زي ما برفع ورق اللورة كده بعد الغليان وبعد التسوية. ودلوقتي بقى هنبتدي نحضر الحلو. يا حلو اللي هو بقى متكون من ايه؟ من 3 خوخات او على حسب العدد زي ما قلتلك. اهم حاجة تكون الخوخة بتاعتي كده شكلها جذاب ومثيرة، وتكون كمان كاملة النضج ما تكونش خضرة. هنقطعها كده من النص، وعشان نفكها من بعضيها هتطلع عندي بالمنظر ده، حلوة قوي. وكمان البذرة سهلة جدا ان هي تتخلع. الخوخ الكونكاسي نفس طريقة الطماطم الكونكاسي. فاكرين طماطم الكونكاسي لما كنا بنشقها كده وبعدين بنحطها في المية السخنة اللي بتغلي، شادية تتفتح. يلا شكلها الخوخة دي معكسة شوية، نخلع كده البذرة. مالك اهي، نجيب التالتة. التالتة دي بقى مش معقول بقى كل واحدة هتعكسنا كده.
تمام بالظبط كده، واحطهم في الطاسة. الطاسة بتاعتي كانت سخنة شوية من البداية، ليه؟ علشان أول ما أرفع الخوخ بعد تمام التسوية في الصوص اللي أنا هعمله يبقى فيه ساين كده، العلامة اللي هي كأنه يعني كان جريل، بس أنا مش عايزة جريل، يعني عايزة أليافه بس كده تاخد شوك حرارة الأول، وبعدين هنزل عليه بالسكر. وثلاث معالق عصير ليمون. وكوبايتين مية. كوبايتين المية دول عشان خاطر المية اللي هي اللي هتخلي لي بقى فعلا الخوخ بتاعي يبقى كونكاسيه، يعني هرفع منه القشرة بتاعت الخوخ بسهولة. اهم حاجة تغطي الخوخ كويس علشان القشرة تبقى سهلة ان انت ترفعيها، ودقيقة كده ولا حاجة في الغليان وهقلبه على الوش التاني عشان لما اجي ارفع قشرة الخوخ ما يبقاش بقى بتقطع مني، لا تترفع كده كلها زي الغطا من على اي حاجة. دلوقتي هنعمل صوص الفراولة. صوص الفراولة برضو حلة دافية، هنزل فيها بحوالي نص كوباية سكر، وعندي نص كيلو فراولة، عندي كمان شوية عصير ليمون. العصير الليمون ده في صوص الفواكه بالتحديد بيغيره تماما، يعني هيديني كده شوية مزازة وفي نفس الوقت هيحفظ لي جدا لون الأحمر بتاع الفراولة. كوباية مية سخنة، عايزه اديله تقليبه بقى كده عشان السكر وعصير الليمون والفراوله كله بقى يتمكس مع بعضه، وهسيبه يغلي على النار. هقلب كمان الخوخ على الناحيه التانية عشان يبقى اسهل معايا في تقشيره. الحراره هتاثر تماما على قشره الخوخه، هتخليها تترفع معايا، يعني هتتخلع كده خلعا سريعا. هسيب بقى صوص الفراولة يأثر مع نفسه عشان الفراولة تلحق تستوي، وقبل ما تبقى مربى يعني قبل ما تدخل على المرحلة بتاعت ان هي تتقل ويبقى لها قوام دي، هضرب الصوص كويس قوي بالمكسر وهضيف له معلقة نشا عشان يربط معايا ويبقى صوص، مش عشان يبقى مهلبية بس عشان يبقى صوص له قوام. دلوقتي كمان انا محتاجة دقيقة واحدة بس للخوخ عشان زي ما قلتلك القشرة بتاعته تبقى سريعة في اللي هي في الخلع، يعني إزالة القشرة. دلوقتي هلم المكان وهغسل ايدي. آخر حاجة هحطها في صوص الفراولة هي معلقة فانيليا خفيفة. روعة. وبعدين هضربه بالمكسر. كده تمام. ودلوقتي هفك معلقة نشا واحدة بس في شوية مية، وهي لازم طبعا تبقى شوية مية على البارد لانه النشا ما بيتفكش على السخن عشان ما يكلكعش كده، وهضيفها للصوص. ده هيساعدني اكتر ان الصوص بتاعي يبقى له قوام ومش هيبقى زي المهلبية. ونديله تقليبة.
هرفعه كده من على الحرارة واغطيه. دلوقتي بقى هبص على الخوخ، هرفعه في طبق عشان اعرف اقشر. يلا ادي الخوخ. طبعا الصوص اللي نازل منه واللي هو استوى فيه المية دي ما بتترميش، دي بتعمل بيها احلى صوصات واحلى شغل مع البناكوتا ومع الحاجات اللي بتدخل فيها فواكه وحلويات وكده. ودلوقتي هنبتدي نقشر قشرة الخوخ اللي هو بطريقة الكونكاسي بالشكل ده. كده القشرة نار سخن مولع، وادي كمان واحدة نضغط عليها بشويش وكله هيتكمل بالشكل ده. ودلوقتي نحط الايس كريم مع الخوخ اللي احنا لسه مقشرينه، الخوخ الكونكاسي من ألذ انواع الحلويات الفريش اللي انت ممكن تعمليها في البيت. عندي واحد سكوب ايس كريم وكمان واحد، هنزل عليهم بقى بصوص الفراولة. صوص الفراولة اللي احنا عملناه حاجة كده يعني لا تقاوم. ودلوقتي هبتدي اقدم البط. البط طبعا دلوقتي زمانه اتشرب من البرتقال وبقى عالي العال كده، هطلعه البط في طبق كده رول زي ما هو. ممكن كمان اخده بايدي، عايزة اجيب بس معلقة علشان الصوص. وادي الكسكسي. اخر حاجة هحطها على الايس كريم واحدة كده لوز مقشر. هتعلي الطبق وهتعلي التست وهتعلي لي قيمة الطبق. ان شاء الله تكون وصفاتنا عجبتكم. ما تنسوش تزورونا على موقع ست البيت، وما تنسوش تقولولنا رأيكم في برنامجنا وفي وصفاتنا. باي باي.